في إطار احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد ذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقالد الحكم ويوم شرطة البحرين، قدمت الفرقة الموسيقية للشرطة استعراضا موسيقيا متميزا في سوق المحرق، تضمن مقطوعات فنية وطنية امتزجت فيها الموسيقى الوطنية بالموسيقى الشعبية البحرينية الأصيلة. وأشاد الحضور بالعرض الموسيقي الذي قدمته الفرقة، معبرين عن دور الموسيقى في تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي. كما ساهمت المعزوفات الفنية المقدمة في إضفاء البهجة والسرور لدى المواطنين والمقيمين الذين اصطفوا لمتابعة العرض.